في هذا الصدد، وبخصوص هذه التطورات الجارية على مستوى إقليم الحسيمة، وبعد أن توقف المجلس عند مجموع الخطوات المتخذة من قبل الحكومة منذ أكثر من شهر، وعلى معطيات الزيارات الميدانية لتتبع سير المشاريع التي تمت برمجتها في إطار مخطط الحسيمة منارة المتوسط، والذي تم إطلاقه تحت إشراف جلالة الملك محمد السادس نصره الله وفق رؤيته السامية لجعل هذا الإقليم قطبا تنمويا استراتيجيا على غرار باقي الأقاليم في المملكة. وتؤكد الحكومة أنها معبأة للقيام بدورها في هذا الإقليم وباقي أقاليم المملكة، وأنها قامت بعملها وستقوم وستواصل القيام به في إطار من الحوار والإنصات لإيجاد الحلول ومعالجة المطالب المطروحة في إطار الإمكانات المعبأة، باعتبار أن هذه المطالب مشروعة وتعبر عن مشاكل ومتطلبات معقولة. وفي نفس الوقت تؤكد الحكومة أن هنالك أطراف محلية في مدينة الحسيمة مش من الخارج تستغل حسن نية المواطنين لتقوم بترويج أمور غير صحيحة لا تعرف دوافعها، وتؤكد الحكومة أنها إذا ذلك ستسهر على تطبيق القانون، فليس هنالك أحد فوق القانون، وأنه لا يمكن أن يضع أي أحد نفسه مكان الحكومة وأن يسعى لخلق حالة من الاحتقان الاجتماعي والسياسي. فالحكومة من واجبها السهر على أمن واستقرار الوطني وسلامة المواطنين وممتلكاتهم وضمان السير العادي للمرافق العمومية. هذا الموقف واضح. مواصلة إنجاز المشاريع، الحوار والإنصاص وتعبئة الأماكن، والسهر على تطبيق القانون بما يضمن أمن واستقرار الوطن وبما يضمن حماية سلامة المواطنين وممتلكاتهم.